ومن هنا ندرك أن ما يفعل على أنه من باب السرك كما يسمونه، أو من باب كما يسمونه من باب السرك أو الألعاب البهلوانية، ويأتون به في الحفلات والمنتزهات والسياحة، أن هذا سحر صريح، ولو سموه بغير اسمه فهو سحر صريح، من رضي به كفر، ومن عمله كفر، ومن تعلمه أو علمه كفر. فيجب إنكار هذا الشيء. ونعلم أيضا أنه لا يجوز إقرار السحرة في المجتمع الإسلامي بأي شكل. يمكن يأتون على أنهم يعالجون الأمراض، على أنهم يعالجون الأمراض، يسمونه الطب الشعبي، وهو سحر، أو يأتون به باسم الرقية، يرقون وهم سحرة، يسمون بعد المشكلة أن الجهال يسمونهم المشايخ، يقولون رحنا للمشايخ وقروا علينا وهم سحرة، أن هذا كفر بالله عز وجل. ولكن العوام ما يدرون، حسبونهم أنهم أطباء وشعبيين، وأنهم ما يدرون عن هذا، ولا لو دروا وتعمدوا ورضوا بذلك كفروا كما قال الشيخ. فلا يجوز استعمال السحر لا باسم الألعاب البهلوانية أو السيرك أو ما أشبه ذلك من أنواع السحر، كالذي يظهر أمام الناس بأنه يجر السيارة في شعره، يجر السيارة في شعره، أو أنه تمشي عليه السيارة ولا تضره، إذا تهطاه السيارة يمشي عليه الموتر المحمل أطنان الحديد ولا يضره، هذا سحر كذب، هذا كذب. أو يطعن عينه بالأصياخ ولا تتضرر، هذا كله كذب. أو يطعن نفسه بالسكين ولا تضره، كل هذا من الكذب. أو يأكل النار، أو يأكل النار أمام الناس، كل هذا من السحر التخييلي، وليس هو حقيقي، وإنما هو تخييلي وقمرة، ولا يجوز عمله ولا الرضا به ولا جلب أصحابه ليعملوه أمام المسلمين، ومنكر فظيع، منكر ظاهر، يجب إنكاره والقضاء عليه، تطهير بلاد المسلمين منه.